إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات تقدم مسارات. مسارات وجهة أسبوعية نتعرف فيها على مسارات التنمية في مشاريع وزارة النقل والاتصالات. مسارات يحدد مساراتنا أسبوعيا في الإعداد يونس بن سليمان البوسعيدي وكاملة بنت فاضل الهنائية. يطوف بنا في التقديم محمد بن عيسى البلوشي، وهذه تحيات المخرج حمد بن عامر الورتي. مسارات. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع متجدد من برنامجكم مسارات. مسارات دائما توفر لنا مسارات جديدة فيما يتعلق بمشاريع النقل والاتصالات. هذه الوزارة التي تعنى في قطاعات متنوعة، نتحدث عن قطاع النقل، الاتصالات، وأيضا الموانئ. في حلقة هذا الأسبوع سوف تكون هناك مادة مدة جديدة بإذن الله من خلال ضيفنا أو ضيفتنا في الاستديو، نتعرف عليها بعد هذا الفاصل القصير. مسارات. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. موضوعنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسارات بيتحدث عن أول عمانية وأول عربية تتخرج من جامعة تكنولوجيا بروناي، وهي تعتبر تجربة فريدة من نوعها، وهي متخصصة في حوسبة الإنترنت. هنا على طاولة الاستديو الأستاذة الفاضلة سارية بنت جمعة بن سعيد الهاشمية، وهي أول عمانية وأول عربية تتخرج من جامعة تكنولوجيا بروناي، ومثل ما ذكرنا هي متخصصة نظم معلومات بوزارة النقل والاتصالات. الأستاذة سارية أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، حياك الله، نورتينا في برنامج مسارات. مشكور أحسن، منورين بوجودكم. الله يبارك فيك. كذا يعني مباشرة أول عمانية وأول عربية تتخصص في هذا الجانب فيما يتعلق بحوسبة الإنترنت. بداية نتعرف عليك أستاذة سارية، يعني وعن تجربتك في بروناي. في البداية أنا أتكلم عن تجربة الحياة في بروناي، والمميز فيها أنه بالعادة يتم اختيار الدول والمجتمعات المتقدمة كوجهة للاغتراب بكافة أشكاله، للدراسة أو للعمل أو حتى للسياحة أو العلاج. فتجد الجميع يكتسب خبرات متشابهة لأنهم يكتسبوها من مجتمعات متشابهة. المميز في تجربتي أنني من القلائل الذين اغتربوا في المجتمعات العذراء، وأقصد بالمجتمعات العذراء هنا هي المجتمعات التقليدية التي لم تتلوث بالتحضر والمدنية. أيضا كانت فرصة لي أن أراقب مجتمعي من نافذة خارجية، قلما نجد أحد ينظر منها للمجتمع، فكانت فرصة للملاحظة أمور نقوم بها دون أن نشعر، وأقارن بيننا فيها وبين كيف تؤخذ تلك الأمور في المجتمعات في مختلف المجتمعات والثقافات. جميل جدا. ومن أهم الأمور هي طبيعة تطور مجتمعنا، فالأمر الذي لاحظته أننا مجتمعات تتطور بالتجربة والخبرة، بينما مجتمعات شعوب الملايو في شرق آسيا تتطور بالمعرفة. مثلا لو أعطينا أداة غريبة لأحد من شعوب الملايو وأعطيناها نفس الأداة لأحد من الشعوب العربية، سنجد الأول لا يستطيع استخدامها بأي شكل من الأشكال ما لم تكن عليها تعليمات طريقة الاستخدام. بينما العربي سيبتكر استخدامات أدى لتلك الأداة، مما يعني أن العرب فعلا هم أذكياء ويتطورون بالتجربة والخبرة. هنا لا نقول أن التطور بالخبرة أفضل من التطور بالمعرفة، فنحن لدينا خبرات متعددة ولكن تعمها العشوائية والتخبط، وهذا أحد أسباب تأخرنا. بينما التطور بالمعرفة والتعلم أكثر انتظام وسرعة والقدرة على التحكم به أسهل، فنحن بحاجة إلى أن نستخدم الأسلوبين معا في تطوير المجتمع لنحصل على نتائج أفضل. ربما قد تكون هناك يعني بعض التجارب هي تأتي من ليس من العشوائية، قد تكون لا تكون العشوائية هي المحرك الرئيسي لها، قد تكون مبنية من أول تجربة، قد تكون أهدافها
إلى حد ما تتجه في اتجاهات أخرى بحاجة المجتمع وغيرها. تنوع هذه الثقافة جيد، وأنا قد أتفق معك فيما يتعلق ب نحتاج إلى الخبرة وإلى المعرفة في آن واحد. طيب مباشرة كذا نتحدث عن تجربتك في دراسية، كونك أول عمانية وأول عربية تتخرج من جامعة تكنولوجيا بروناي فيما يتعلق بتخصص حوسبة الإنترنت. كوني متخصصة في حوسبة الإنترنت، فهناك مجموعة من القضايا التي أجد من الواجب التركيز عليها في عالم تكنولوجيا المعلومات لدينا في السلطنة. جميل. من أهم هذه القضايا هي تصنيع التكنولوجيا، ولكن المتابع للأخبار المحلية نجد أنه في هذه السنة بالذات تم الالتفات إلى هذا الجانب بقوة حسب عدة مشاريع تقوم بها الجهات الحكومية، آخرها صندوق التكنولوجيا العماني. جميل. متمنين للقائمين عليه التوفيق في تحقيق أهداف المشروع إن شاء الله بإذن الله. القضية الأخرى المؤرقة جدا هي المحتوى الإلكتروني العربي. هنالك ضحالة وسطحية في المحتوى الإلكتروني العربي، حيث أنه لا يرقى لأن يكون مصدر علمي موثوق، وعلى هذا الكلام أستدل بدليلين. يعني أنت وصلت للمحتوى، طيب ما هي الأسباب اللي قد تكون واستدلالك في هذا الجانب؟ في البداية أستعرض الأدلة. نعم. الدليل الأول هو المحتوى الإلكتروني العربي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، فهو فقير وضحل وسطحي، وحتى في بعض الأحيان نجده يستخدم فيه اللهجة بدل استخدام اللغة العربية الفصحى. نعم. أما الدليل الثاني، مع احتكاكي مع مجموعة من الباحثين الذين يخضعون الدول العربية والخليجية لدراساتهم، يحصلون على البيانات المطلوبة لدراساتهم وأبحاثهم من جهات ليست عربية، وهذا دليل على ضعف المحتوى الإلكتروني العربي. بالنسبة للأسباب من وجهة نظر الشخصية، أفسر هذا الضعف نتيجة لضعف البحث العلمي لدينا. فلو نظرنا للبحث العلمي من زاوية المعلومات، فنجده يعني هو استخدام بيانات ومعلومات موجودة لإنتاج بيانات ومعلومات جديدة. أيضا السبب الآخر هو قصر النظر في الهدف من تواجدنا في العالم الافتراضي، فمن المفترض أن يكون تواجدنا مساهمة حقيقية في العولمة، حيث أن المنطقة العربية تتمتع بميزات كثيرة لا يمكن تجاهلها، وعلينا استغلال تلك الميزات من أجل إحداث تغيير إيجابي في العالم، وذلك يكون بعدة طرق، منها أخذ قضية المحتوى الإلكتروني بجدية. طيب يعني هذه الأسباب قد تكون أدت إلى ضعف المحتوى الإلكتروني العربي. وصلت لنتائج حلول في هذا الجانب؟ الحلول موجودة. فلو تكلمنا في البداية عن من هو المسؤول، نعم، فأقول لك لو كنا نعيش في حقبة الويب 1 فإنني سأقول أن هذا الضعف هو مسؤولية الحكومات، ولكن كوننا اليوم نعيش في حقبة الويب 3 فإن مسؤولية المساهمة الإيجابية في المحتوى الإلكتروني العربي الهادف هو مسؤولية الجميع من أفراد ومؤسسات وحكومات. اليوم الجميع يمتلك القدرة على أن يخصص عناوين خاصة له ومتعددة في العالم الافتراضي. نعم. الكل لديه القدرة على أن يخصص مساحة له في هذا العالم. ليكن لديك هدف من وجودك في العالم الافتراضي، ليكن استغلالك لهذه المساحة إيجابي ومثري. مثلا أنت متخصص، أثري المحتوى العربي في مجال تخصصك. أنت مهتم بقضية ما، أثريه بتلك القضية، وعلى الحكومات والمؤسسات أن تعمل بنفس الطريقة. ليكن وجودنا في العالم الافتراضي يتجاوز الرفاهية واستخدام للتكنولوجيا. ليكن استخدامنا للتكنولوجيا هو خدمة للمعلومات وفرصة حقيقية جادة للمساهمة في العالم. جميل. يعني أنت تقودين لاتجاه أن نحتاج إلى استثمار. نعم. في المحتوى الإلكتروني، أولا تغذيته بطريقة صحيحة وسليمة من ناحية الفكرة، اللغة، يعني المعلومات الثراء. نعم. وأيضا استثمارك كمرجع للباحثين في هذا الجانب، خصوصا أن السلطنة مهتمة فيما يتعلق بقضايا البحث العلمي بطريقة. نعم. من خلال مجلس البحث العلمي اللي له دور كبير ومشكور حقيقة فيه. نعم. أيضا نحتاج إلى أن يعني أنت أشرتي إلى نقطة جدا جوهرية ممكن يعني نوضحها بشكل أكثر. قلتي في البداية كانت المسؤولية على الحكومات كونها أيوة. كانت في حقبة الويب 1. نعم. الآن يعني ذكرتي أسباب أن المسؤولية يعني هي متوزعة على الجميع. نعم. اليوم أنا عندي تويتر، عندي الفيسبوك، عندي الواتساب، عندي اليوتيوب، أقدر أرفع أي محتوى عليه يثري المحتوى العالم. نعم.
مسألة الرقابة هنا يعني قد تكون واحدة من الأشياء الجيد أن ننتبه لها. هل تعتبر الرقابة هي رقابة المحتوى نقصد هنا؟ جيد أن ننتبه لها كأفراد. نعم. نغذي هذه المحتويات في مجالات التخصص. هل هناك بالفعل مجال للاستثمار في هذا القطاع؟ نعم، باختصار بإمكاننا نعتبر هذا استثمار في المعرفة. نعم نعم، وممكن يعني يستخدم كعلامات تجارية معينة. ممكن، لماذا؟ لأن أنت الآن تسوق لمعرفتك عن طريق المحتوى الإلكتروني، فالمحتوى الإلكتروني هو توفير للمعلومات الدقيقة التي يمكن أن تعتمد كمصدر علمي موثوق يمكن الرجوع له في أي وقت. في شغلة ذكرتي لي وحنا نعد الحلقة، هي هناك فرق ما بين التكنولوجيا وأيضا الحوسبة، هي أمرين، تكنولوجيا ومعلومات. ممكن نوضح أكثر للمستمعين يعني شغلتين هذه وكيف ممكن التوافق بينهم؟ كلمة التكنولوجيا تعني هي الوسيلة أو التول باللغة الإنجليزية، الأداة. فهناك كلمة تكنولوجيا لا تحصر على فقط على المعلومات، هناك تكنولوجيا للطبخ مثلا. نعم. التكنولوجيا إذن لما نقول تكنولوجيا المعلومات هي إناء للمعلومات تحتضن المعلومات. الملاحظ لدينا هو استغلال التكنولوجيا كأداة، ولكن هناك عدم تركيز أو تركيز ضعيف وضئيل على المحتوى المعلومات الذي تستخدم هذه التكنولوجيا في تغذيته. وأيضا الجانب الآخر، أنت تكلمت عن أداة كمحتوى الآن. طيب الجانب الآخر الفني إن صح التعبير، تكنولوجيا المعلومات هي الأداة التي تستخدم لاحتضان المعلومات. نعم. المعلومات لم تأتي عندما جاءت التكنولوجيا. يعني خلينا نأخذ على سبيل المثال، نأخذ الفيسبوك. تركيبة الفيسبوك، الفيسبوك هو كفيسبوك هو يعتبر تطبيق. نعم. هو تكنولوجيا. نعم. لكن البوستات اللي فيه هي الانفورميشن، هي المعلومات. المعلومات تأخذ عدة أشكال، تكون على شكل نص، شكل صوت، شكل فيديو، شكل صورة، هذه هي المعلومات. أما الأداة أو التطبيق هو يعتبر التكنولوجيا. التكنولوجيا يتعدد أشكالها، تطبيقات التكنولوجيا التي تحتوي المعلومات يتعدد أشكالها. عندك المواقع الإلكترونية، احنا لدينا مواقع إلكترونية، كل أحد صار بإمكانه أن يكون لديه موقع إلكتروني خاص به، هذه هي أداة، هذه هي التكنولوجيا، هذا تطبيق. ما داخل هذا التطبيق من معلومات هو من محتوى هو المعلومات. مثال آخر شائع الاستخدام هو الواتساب. الواتساب هو عبارة عن تول، عبارة عن تكنولوجيا، عبارة عن تطبيق. لكن الرسائل النصية اللي نستخدمها أو الصور أو مقاطع الصوت هي المعلومات. جميل جدا، الحديث ذو شجون دائما في هذا الجانب، وأيضا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات لن نختصر في حلقة واحدة. تعيدين بحلقة ثانية إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى المرات القادمة، نتحدث عن المحتوى وإدارة المحتويات. نعم. الإلكترونية، كونك متخصصة في هذا الجانب. بإذن. نعم. الله بإذن الله. كلمة أخيرة ممكن تسجليها في هذا البرنامج؟ الكلمة الذي أستغل هذا البرنامج في بثها هي من يتعلم لا يشيب. نعم. من الأمور التي لاحظتها في سكان بروناي أن حتى كبار السن يمتلكون أجهزة ذكية ولديهم حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي. كونهم مجتمع يتطور بالمعرفة والتعلم، لا نجد الفجوة العمرية بين فئات المجتمع التي نراها في مجتمعاتنا. والسبب من وجهة نظر الشخصية التعلم المستمر الذي لا يتوقف عند عمر معين أو مرحلة معينة أو يعتمد على أساليب معينة. جميل جدا، يعني هذه الدعوة وهذه الرسالة دائما للشباب وأيضا لكل جميع الفئات العمرية أن يستمروا في المعرفة والتعلم. نشكرك الأستاذة سارية بنت جمعة بن سعيد الهاشمية، وهي متخصصة نظم معلومات بوزارة النقل والاتصالات وأول عمانية وعربية تتخرج من جامعة تكنولوجيا بروناي. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أستاذ محمد. الله يخليك ويسلمك، وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله. بإذن الله. شكر موصول لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله مع مسارات جديدة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسارات، وجهة أسبوعية نتعرف فيها على مسارات التنمية في مشاريع وزارة النقل والاتصالات. مسارات.
يحدد مساراتنا أسبوعيا في الإعداد يونس بن سليمان البوسعيدي وكاملة بنت فاضل الهنائية. يطوف بنا في التقديم محمد بن عيسى البلوشي، وهذه تحيات المخرج حمد بن عامر الوردي. مسارات.